السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم 10/1/2022 في مصر: البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع. بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. بنك القاهرة 15.66 شراء، 15.76 بيع. بنك التجاري الدولي 15.66 شراء، 15.76 للبيع. البنك العربي الإفريقي الدولي 15.66 للشراء، 15.76 للبيع. بنك كريدي إجريكول 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. بنك البركة 15.66 للشراء، 15.76 للبيع. بنك قناة السويس 15.66 للشراء، 15.76 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان 15.67 للشراء، 15.76 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 للشراء، 15.76 للبيع. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.